بيك الفنان الكبير محمد جمعة. النهاردة عندنا في جورنان الوطن شاركت في رمضان بثلاث أعمال كلهم أهم من بعض، بس كان الجدل على السوشيال ميديا فوق المتوقع عن كله رايح. إيه حكاية كله رايح؟ كله رايح ده ضيف مسلسل وصية أوفيس بوي، حد يائس من حياته. الموضوع واضح إن فيه حالة عامة بقى، مش في مصر بس، في العالم كله، لأن طبعا في ردود أفعال في الخليج وفي وبره، في أوروبا مثلا في رسائل بتجيني من أمريكا، من كندا، من أماكن بعيدة جدا شافوا المسلسل. فواضح الناس عندها حالة إحباط داخلي كده، فلقت نفسها في ضيق، فابتدت تضحك على نفسها أو تضحك على حد جنبها، لأن الشخصيات دي موجودة في الحياة حوالينا. يعني الشخص اللي هو يائس، الشخص اللي هو محبط دايما، يعني بيحاول ان هو يصدر طاقه سلبيه للناس، شخصيات موجوده في حياتنا احنا بنضحك عليها لما شفناها متجسده يعني. فاعتقد انها كان رد فعل الناس او تاثير على الناس. انبسطت طبعا فكره ان فكره ان انت تبقى ترند على السوشيال ميديا عموما، دي فكره فيها انتشار كويس جدا. فكره حب الناس دي فكره حلوه جدا، يعني فكره الناس تحب شخصية انت عملتها او تحب شغل ليك، فده حاجة جميلة جدا فرحتني جدا طبعا. يعني ده حلم اي ممثل الناس تحبه او الناس تتفاعل معاه، فده خلاني قلت الحمد لله يعني احنا مشينا على الطريق الصحيح. يعني كواليس الوصية والتعامل مع مخرج كبير واكرم واحمد امين، كلمنا عن كواليس. والله انا كنت بحس ان انا رايح مصيف لما كنت لان هم الناس فعلا عايزة تعمل حاجة حلوة، وهم الناس دمهم خفيف، وبنعمل حاجه كوميدي، فالحياه يعني فيها ايه، يعني بتهون علينا مشقه الشغل يعني. فخالد الحلفاوي من الناس اللي انا بحبهم جدا، ومخرجين الشطار جدا، وعنده سنس في الكوميديا لطيف جدا. اكرم حسني اختراع عظيم، احمد امين ده شيء رائع وجميل. يعني كاست المسلسل كله بصراحه انا يعني كان في ايام انا عايز اقول لك ان احنا يعني قعدتنا في يعني قعدنا يوم مطبقين 48 ساعه بنصور. والله العظيم لو حد صورنا بكاميرا فيديو واحنا قاعدين بنعمل فرضيات مع نفسنا ضحك اكتر من اللي كان في المسلسل مثلا. ريم مصطفى بنبنيه كده حاجه كده حلوه، عارفه انت لما انا مسميها يعني اميره البحور، يعني عارفه انت كده ايه، في شيء ساحك حاجه حلوه، عارفه انت من الواحد بيتفرج كده على شيء جميل، وهي بني ادمه لطيفه جدا. فكل الحاجات دي كان مخليها الجو يعني حالته لطيفة، بتقدر تطلع شغل كويس، وده المطلوب في ان احنا بنشتغل في الاخر. احنا بنعمل عمل عشان الناس تنبسط، لو احنا مش مبسوطين وبنعمل ده اكيد مفيش حد ينبسط. لكل محبي كله رايح وشخصية عم ضياء، بتحضر لحاجة بالذات عشان الشخصية دي عايزين نعرفها؟ بنحضر لضياء برنامج ان شاء الله هيكون برنامج دمه خفيف، هيبقى اسمه كله رايح برضو البرنامج، هيبقى فيه استضافة لنجوم وسوبر ستار، يعني فكرته مفاجأة يعني ان شاء الله هتعجبكم. اسئلته مختلفة تماما عن ممكن اي اسئلة ممكن اي مذيع او معد برامج يعملها لضيف. يعني ده ان شاء الله بنعدله دلوقتي، بنعمل السكريبت بتاع الحلقات، وان شاء الله ربنا سهل هتكون مفاجاه كويسه للناس، يعني اللي بيحبوا ضياء واللي بيحبوا كله رايح. مؤخرا بعد كل النجاح وكل الحاجات دي ان شاء الله، انت رسالتك للجمهور عايز تقول لهم ايه؟ والله انا رسالتي للجمهور بتمنى ان انتوا تكونوا الحمد لله يعني انبسطتوا مني في شغل رمضان السنه دي. تفاعلكم كان شيء اسعدني جدا. اتمنى ان انتوا تكونوا اتعلمتوا من ضياء ان مفيش حاجه مستاهله، حتى الحزن مش مستاهل لان كله رايح، محدش يركز، محدش يتعب نفسه، والله ولا حد يرخ نفسه بامور ونزعل من بعض وناخد مواقف وضغطنا يعلى وكل الحاجات دي ملهاش لازمه. عادي الناس بتتضايق ومنتخب يخسر ولا ليه اي لازمه، كله رايح على فكره، ولا في اي حاجه مستنيه، فما تتعبوش نفسكم، استمتعوا بيومكم، استمتعوا بالحياه لان هي الحياه هنعيشها مره واحده بس، فحاولوا بقدر الامكان تستمتعوا بيها، وخلي مبدأك في الحياه كله رايح.